لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في قناة بني سويف التعليمية والمراجعة الثانية في مادة اللغة العربية، يقدمها لكم أحمد عبد الفتاح موجه أول اللغة العربية بإدارة بني سويف التعليمية. يقول أحمد شوقي أمير الشعراء في نص غربة وحنين إلى الوطن: وسلى مصر، هل سلى القلب عنها؟ أو أسى جرح الزمان المؤسي؟ كلما مرت الليالي عليه رق، والعهد في الليالي تقسي. مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي. راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرنا شاعهن بنقص. هذه الأبيات من قصيدة غربة وحنين سينية أحمد شوقي التي عارض فيها البحتري الشاعر العباسي. من خلال الأبيات هات من خلال الأبيات مرادف مستطار وجمع جرس ومضاد فطن. هات مرادف مستطار جمع جرس مضاد فطن. مرادف مستطار مفزع، مفزع يطير طيران المفاجئ وكأنه قد فزع. مستطار جمع كلمة جرس جروس، جمع جرس جروس. مضاد فطن يقظ منتبه معناها، أما مضادها فهو غافل. الوطن والشوق إليه، وضح ذلك، كأن السؤال بيطلب بشكل غير مباشر شرح الأبيات بطريقة غير مباشرة، هو بيطلب شرح الأبيات ولكن من خلال عناصر موجودة داخل الأبيات. يقول أحمد شوقي أنه لم ينس وطنه، وأن مرور الأيام والزمن لم يشفي جرح البعد عنه، بل كلما مرت الليالي ازداد شوقه إلى وطنه. فحينما يسمع صوت البواخر يتجدد أمله في الرجوع لوطنه، وعندما تغادر الميناء بدونه يحس فزعا وقلقا. إن قلبه يقظ متعلق بالسفن منتظرا أن تحمله يوما لوطنه. خدنا هنا وجدنا أن الأبيات تم شرحها بطريقة بسيطة. سؤال: ما الجمال في كل من وسلى مصر جرحه، موضحا أثره في المعنى؟ صور خيالية كثيرة في النص، إذا عدنا إلى النص سنجد أن النص فيه عديد من الصور الخيالية. سلى مصر استعارة مكنية، صور مصر إنسانا يسأل، هذا تذوق له، سر جمالها التشخيص، توضح ارتباط الشاعر بوطن. أيضا أستطيع أن أقول إن في سلى مصر مجاز مرسل، علاقته المحلية، ويقصد سؤال أهل مصر، سلى أهل مصر، سلى المصريين، فهو لا يعبر عن أهل مصر بإيجاز، فذكر سلى مصر في سر جمالها الإيجاز، تعبير بالمكان. الجمال في كلمة جرحه وأسى، أو أسى جرحه الزمان المؤسي. ما الجرح؟ هو ليس جرح حقيقي، إنما هو جرح مجازي، هي استعارة تصريحية، حيث صور بعده، صور بعده عن وطنه بالجرح، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، ففيها تجسيم يعبر عن شدة الألم. سلى مصر، هل سلى القلب عنها؟ أو أسى جرحه؟ ما الجرح؟ الجرح هو البعد والألم، فإذا صور الجرح أو الوطن بعده عنه بالجرح.
نأتي بعد ذلك إلى حفلة الأبيات بالمحسنات البديعية، اذكر اثنين منها وبين قيمتها المعنوية. محسنات بديعية، وجدنا في الأبيات أكثر من محسن، منها مثلا الجناس التام، الجناس التام، وسلى مصر هل سلى القلب عنها، فكلمة سلى سلى كل منهما بمعنى مختلف. سلى الأولى بمعنى اسألة من السؤال، هل سلى القلب عنها، هل انشغل، هل نسي. سلى الثانية بمعنى جديد. إذن الجناس هنا تام، له جرس موسيقي، له جرس موسيقي. أيضا من المحسنات في الأبيات الطباق بين أسى وجرح، أسى بمعنى داوى وعالج، والجرح بينهما طباق. رق وتقسي بينهما أيضا طباق، يوضح المعنى ويؤكد. في الأبيات إيجاز، إيجاز وضحه وبين قيمته الفنية. الإيجاز ذكرنا في الحلقة الماضية الإطناب، وهو زيادة اللفظ عن المعنى. الإيجاز هو قلة اللفظ وزيادة المعنى، قلة اللفظ وزيادة المعنى. هنجد الإيجاز في تقسي التي مرت بنا، والعهد في الليالي تقسي، تقسي حذف المفعول به، تقسي من، تقسي القلوب، تقسي كذا، المفعول به غير موجود للعموم والشمول. كلمة مستطار إذا البواخر رن، راهب في الضلوع للسفن فطن، وهكذا. نجد هنا ذكر الخبر وحذف المبتدأ، يبقى إيجاز بحذف المبتدأ للعلم به، لأنه يتحدث عن قلبه في البيت الذي قبلهما، هل يتحدث عن القلب، فالمعلوم أنه كلامه هنا عن القلب، فالمهم هو التركيز على الخبر، لذلك حذف المبتدأ وذكر الخبر. السؤال الثاني، لكل من أحمد شوقي والمدرسة التي يمثلها النص خصائص وأسس فنية، اذكر ثلاثة منها. لكل من أحمد شوقي والمدرسة، إذن هنا السؤال ذو شقين، السؤال ذو شقين، لهما خصائص وأسس فنية، اذكر بعض منها. من الخصائص الفنية لأسلوب أحمد شوقي فصاحة ألفاظه، جزئية العبارة، روعة التصوير، النزعة البيانية، هذه سماته يتميز بها أحمد شوقي شخصيا في كتاباته. نأتي إلى النص يمثل مدرسة إيه؟ مدرسة الإحياء والبعث، أو ما تسمى بالكلاسيكية الجديدة. يعني السؤال لكل من أحمد شوقي والمدرسة التي يمثله، هنا ننتبه إلى أن السؤال ذو شقين. النص يمثل مدرسة الإحياء والبعث، كلاسيكية جديدة. ما الأسس التي تقوم عليها مدرسة الإحياء والبعث؟ الالتزام بوحدة الوزن والقافية، هذا أمر ثابت في جميع قصائده. الاعتماد على التصوير البياني، تعدد الفكر في القصيدة الواحدة، أو ما يقال أحيانا تعدد الأغراض داخل القصيدة الواحدة. اقتباس الصور والمعاني والأخيلة من الشعر القديم، وجدنا ألفاظ قديمة مثل كلمة ملاوة في النص، صبا، وغيرها من الألفاظ، صور خيالية مقتبسة أيضا من القديم، وهكذا. الحديث نفسه عن الخطاب في النص عن السفينة، وهنا اختلف النقاد في هذا الأمر، ومنهم من قال إن شوقي قد جدد في هذا النص، حيث إنه تحدث عن السفينة والقدماء لم يتحدثوا عن السفن مثلا، بينما هو تحدث عن السفينة، فهذا نوع من التجديد في وصف المخترعات والمنجزات العصرية الحديثة. بعض الآخر رد على ذلك بأن هذا ليس تجديدا، لأن القدماء وصفوا الناقة والفرس وهي وسيلة الرحلة، والآن الناس تركب السفن والطائرات وغيرها، فهو مجرد وصف لوسيلة الرحلة فقط لاغي. إذن هذا هو السؤال، يمكن أن يأتينا حول هل جدد أم لم يجدد. ننتقل إلى نص جديد، هو نص المساء.
شاعر خليل مطران. يقول خليل مطران: يا للغروب وما به من عبرة للمستهام عبرة للرائي، أليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء؟ ولقد ذكرتك والنهار مودع، القلب بين مهابة ورجاء، وخواطري تبدو تجاه نواظري كالماء كدامية السحاب إزائي. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. مضاد صرع، هل هي سلام، أمان، حياة، وئام؟ معنى عبرة، عبرة درس وعظة، دمعة أخذ. وليس نزعا للنهار استفهام غرض، تنبيه، النفي، التعجب، التقرير. مفرد كلمة، كلم، كليم، كلمة، كلوم. في الإجابة مضاد صرعة، نعم، صرعة هنا بمعنى موت، مقتل، نهاية، فعكسها هنا حياة. معنى كلمة عبرة، عبرة، العبرة العظة، والجمع عبر، جمع عبر. أما عبرة التي وردت في الشطر الأول، عبرة بمعنى دمعة، وجمعها عبرات. تذكر أن العين مفتوحة في عبرة، فالجمع عبرات، عينه أيضا مفتوح. أما كلمة عبرة بكسر العين، عبرة، فالجمع عبر، عبر، ومعناها عظة. أوليس نزع النهار أسلوب إنشائي، ما غرضه؟ تقرير. إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال بالإثبات نجيب، إذا أردنا الإجابة عن هذا السؤال أوليس نزع النهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء، إذا أردنا الإجابة عنه بالإثبات نقول بلى، بلى، لأن السؤال نفسه منفي. النفي يكون نعم، والإثبات يكون بلى، لأن السؤال منفي. مفرد كلمة، كلمة جرح، جريحة، مصابة، كما قلنا جرحة، مصابة. مفردها كليم، مفردها كليم. أثرت عاطفة الشاعر في رؤيته للطبيعة من حوله، أثرت عاطفة الشاعر في رؤيته للطبيعة من حوله. نجد أن الشاعر هنا في عاطفة المسيطرة عليه عاطفة، نعم، الحزن، الآسى، التشاؤم، ولذلك رأى الطبيعة بمنظار المتشائم الحزين. أثرت عاطفة الشاعر في رؤيته للطبيعة من حوله، فقد حس بالحزن الشديد والألم مما جعله يرى مشهد الغروب رؤية المتشائم، فهو مشهد مسر للحزن، فكأن الشمس قد قتلت، سالت دماؤها، مما جعله يتذكر محبوبته في وقت رحيل النهار عندما اختلجت مشاعره وطربت بين الأمل واليأس، فبدت أفكاره جريحة مثل السحاب الملون بلون الشفق الدائم. سؤال: وضح الخيال في القلب بين مهابة ورجاء. صورة خيالية أو التعبير الخيالي أو المجازي أو البيان في القلب بين مهابة ورجاء هي كناية عن الاضطراب والحيرة. قلنا المهابة الأمل، التشاؤم والحزن، ورجاء الأمل، فبينهما كناية عن الاضطراب والحيرة، ويوحي بأمل الشاعر في لقاء حبيبته. سؤال آخر: حفلت الأبيات بالمحسنات البديعية، وضح مع بيان قيمتها الفنية. من المحسنات البديعية التي ظهر النص الجناس الناقص بين عبرة وعبرة، هنا العين عليها فتحة، هنا كسرة، إذن اختلف تشكيل، ولو ضبط حرف واحد أصبح الجناس ناقصا.
خواطري نواظري، خواطري نواظري أيضا جناس ناقص، وكلاهما يعطي جرسا موسيقي. في أيضا من المحسنات اللي وردت في الأبيات مراعاة النظير بين النهار والشمس. مراعاة النظير هو شيء وما يكمله وما يتممه أو ما يتفق معه. فالنهار والشمس متلازمان وذكر في بيت واحد، يثير الانتباه ويحرك الذهن. عندنا أيضا الطباق بين مهابة ورجاء يوضح المعنى ويؤكد. في أكثر من محسن بديع. للنقاد رأي استخدام الشاعر تعبيراته آتم الأضواء وإزائي بين ذلك. النقاد أن استخدامات الشاعر لبعض التعبيرات في النص ما عليها نوع من المآخذ، فيروا أن جمع بين كلمة الأضواء ومع المآتم، لفظة الأضواء مع لفظة مآتم غير موفق. فلفظة الأضواء تحب الفرح والزينة وغير ذلك، وهو ما لا يتفق مع الجو النفسي للنص واستخدامه لكلمة مآتم، وقيل له كلمة جنائز كانت أفضل إلى آخره. كذلك كلمة إزائي فهي لم تضف معنى جديدا وجاءت للقافية. أيضا في النص كلمة مترائي، شعاع الغارب المترائي، قالوا أيضا إن كلمة إزائي وكلمة المترائي جاءتا للقافية، جلبت للقافية وليس لها تأثير في المعنى. عاب النقاد أيضا على الشاعر في النص كلمة أحشائي، كأنها صعدت إلى عيني من أحشائي، فجاءت غير دقيقة لأن الحزن والألم ليس مصدره الأحشاء. هذه بعض المآخذ التي أخذت على الشاعر في النص. السؤال: ما الاتجاه الذي يمثله خليل مطران وما أبرز خصائص الفنان؟ الاتجاه الذي يمثله خليل مطران وما أبرز خصائص الفنان؟ الاتجاه طبعا هو الاتجاه الوجداني، الاتجاه الوجداني أو مرحلة الاتجاه الوجداني، وهي أول مرحلة الرومانسية أو الرومانتيك في الشعر العربي في العصر الحديث. بدأت الرومانسية بعد مدرسة الإحياء والبعث، جاءت فترة المدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية، بدأتها بالاتجاه الوجداني الذي يمثله خليل مطران. ما أبرز خصائصه الفنية لهذا الاتجاه؟ من أبرز خصائصه حب الطبيعة والتفاعل معها، حب الطبيعة والتفاعل معها. رأينا في النص كيف انفعل الشاعر بالطبيعة وكيف رأى الطبيعة من خلال مشاعره الخاص. التعبير عن تجارب ذاتية، فالنص أيضا يمثل تجربة ذاتية مر بها الشاعر بنفسه تخصه هو شخصيا. وضوح الجانب الوجداني أو العاطفة مسيطرة على الشاعر في هذه الأبيات. النزعة التشاؤمية، النص من بدايته إلى قوله فرأيت في المرآة كيف مسائي، أي كيف نهايتي، النص من بدايته إلى نهايته يمثل نزعة تشاؤمية وحزن شديد. الوحدة العضوية، حيث ارتبط النص كله بموضوع واحد، وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي متوجودة في النص وترابط الأبيات والأفكار، فلا نستطيع أن نحذف أو لا نجد في النص أغراضا متعددة، بل هو غرض واحد. تنوع التصوير والأخيال، صور خيالية موجودة في النص من تشبيه، استعارة، كناية، مجاز مرسل، وأيضا تعدى ذلك إلى الصور المركبة من صورتين أو الصور الممتدة والصور الكلية والتصوير الكلي. إلى هنا انتهت الحلقة الثانية من مراجعة النصوص. نلتقي بكم على خير بإذن الله في مراجعة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.